إذا شكرا لزميل هواري عزوز على هذه المراسلة من ولاية جيجل. مباشرة وبدون إطالة فقرة بورصة الأخبار بعد هذا الفاصل. بورصة الأخبار نخصصها اليوم للحديث عن العقول الجزائرية أو الإطارات الجزائرية أو الكوادر الجزائرية التي تهاجر فتصنع الحدث ثم تصبح حديث الاستوديوهات. وللحديث حول هذا الموضوع معي في الاستوديو سيد سعيد إرزي وهو الخبير في التسويق السياسي. مساء الخير. مساء الخير الأخ بدردين، شكرا على الاستضافة. إذا في البداية مناح بيطوش اسم بات اليوم يتم الحديث على إنجازاته في مختلف وسائل الإعلام الدولية العربية وخاصة الجزائرية مؤخرا، منها حتى الوسائل الرسمية. هل بات ربما الاسم الجزائري أو الإطار الجزائري أو العبقري الجزائري بعد ما يصنع الحدث وبعد ما يصنع اسم في الخارج ثم يتذكره وطن؟ في الحقيقة يعني كل يعني من علامات تقدم أو من إيحاءات تقدم أي بلد هي أبنائها المتمثلين الذين يمثلون العقول التي تقود قاطرة المجتمع، وهي النخبة المثقفة العالمة الباحثة إلى آخره. ولعل مثال السيدة منى حميطوش وكذلك فيها علماء كثيرون صحيح. من صنعوا يعني أسماءهم ويعني ونقشوا أسماءهم فوق يعني في العالم الغربي بالخصوص نتيجة الإنجازات التي قدموها سواء في البحث العلمي أو في المشاريع الاقتصادية كرجال أعمال. هذا إن دل عن شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الأدمغة الذين هاجروا الجزائر بالدرجة الأولى وجدوا المناخ المناسب من أجل يعني تحقيق أحلامهم ومشاريعهم وبرامجهم. وفي هذا الإطار يعني عندما نقول وجدوا المناخ الأوروبي والمناخ الغربي بصفة عامة ومناخ يشجع الكفاءة ويقتل ويمحي كل آثار الرداءة. إذن بالمقابل نحن مثلا في الجزائر بالخصوص وفي دول الجنوب بالأخص يعني أصبحت الرداءة هي التي تسيطر على زمام الأمور سواء في الأعمال أو في المبادرات أو في الاستثمار، والكفاءات همشت ومن جهة أخرى همشت نفس هذه الكفاءات يعني لم تناضل لم تبادر من أجل فرض نفسها. في هذا النقطة لما نقول بأن الكفاءة يهمش نفسه في حد ذاته، وإحنا نتابع هذه الصور فيصل للسيدة منى حميطوش وهي المتواجدة منذ سنوات في بريطانيا، ورغم أنها خريجة المدرسة الجزائرية وبالضبط معهد الصحافة بالجزائر وانتقلت بعدها إلى بريطانيا لتصبح مواطنة بريطانية بالأساس، ثم تتدرج في حزب العمال وتصل اليوم إلى رئيس بلدية بإحدى بلديات لندن. لما نشاهد هذه الصور هل الإطار الجزائري، هل ربما صاحب كما ذكرت العلم مجبر اليوم على مغادرة بلاده من أجل صناعة هذا المجد؟ في نفس الوقت هناك أصوات تقول بأنه لا لهجرة العقول الجزائرية، نعم لتوفير المناخ في الجزائر من أجل تحقيق النمو المنشود في البلاد. يعني هل ألا تعتقد بأن هناك تناقض حتى فيما يتعلق بربما الحديث عن النخبة الجزائرية والإطارات الجزائرية؟ والله يصدق قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. من مسؤول على هذه الكارثة؟ يعني أنا تحز في نفسي، أتأثر كثيرا من جهة تأثر يعني لما وصلنا إليه، لما آلت إليه الأمور في الجزائر، ومن جهة أخرى أحس يعني بالاعتزاز والافتخار عندما نرى مثال منى حميطوش والبروفيسور الذي صحيح. بروفيسور بن شنهو نشوفه صرهوني نشوفه ناجح في مشاريع في أمريكا إلى كثير من العلماء. يعني ما فيش تناقض، هو تحصيل حاصل. يعني الجزائري عندما يتخرج من الجامعة الجزائرية خاصة المتفوقين يتخرجوا بأعلى يعني معدلات بامتياز، درجة يعني جيد جدا بامتياز، مباشرة عندما يخرج لا يجد مكان في المجتمع.
يعني لا يجد مكان حتى منصب عمل يلائمه، لأنه الخبير الباحث لازم نوفر له المخبر، لأنه ما يقدرش يشتغل في مجال آخر. احنا نجد حاليا مثلا كثير من النجاحات سواء في المجال الاستثمار في الصحراء في الفلاحة إلى آخره، كان أغلبهم أطباء. طبيب خرج من اشتغل ربما 5 سنوات 10 سنوات كطبيب في ميدانه، في ميدانه، ثم تحول إلى مجال استثمار آخر لأنه لم يجد نفسه، لأنه وجد نفسه يعني وجد أمامه عقبات، يعني حواجز سواء بيروقراطية، حواجز المحسوبية، يعني تقدم الرداء على الكفاءة، فيه الجهوية، فيه العنصرية، يعني فيه كل هذه الآفات. أنا الأوان حاليا، قبل ما ندخل إلى هذا البلاطو، شاركت في اليوم الدراسي البرلماني حول السياحة في الجزائر. يعني الناس حابة تستثمر مثلا في هذا المجال، القطاع الحيوي مثلا، وفي إطارات سواء باحثين في مجال السياحة، باحثين في مجال الفلاحة، باحثين في مجال العمران، العمران الخاص بالسياحة الصحراوية ولا السياحة الساحلية ولا السياحة الجبلية ولا الحمامات المعدنية. يعني طرحت عدة إشكاليات، عدة أنه لم تحترم فيها من بين مقاييس الكفاءة. طيب. ونجد بالمقابل هناك من يحمل مشروع حلم يريد أن يحققه في الجزائر، لم يستطع أن يحققه، هاجر إلى بلد آخر، إلى الخارج، خاصة إلى دول الشمال، إلى أوروبا والدول الغربية، حقق حلمه. لماذا حقق؟ لأن في هذه البلدان تحترم الكفاءات، تحترم كل ما هو مبني على دراسة علمية، دراسة يعني تدر على المجتمع بالفائدة مستقبلا. طيب، هذه المناسبتية في معالجة الظواهر التي تعاني منها الجزائر، سواء لما ننظر اليوم لصورة السيدة منى حميطوش، طبيعة الحال هي صورة فخر لكل جزائري ولكل عربي بشكل عام، لكن في نفس الوقت هي صورة كذلك وجه آخر للحسرة لعقول جزائرية في كل مرة تغادر وتصنع أمجادها لا أمجاد البلاد. وبالتالي نتحدث عن المناسبتية في الحديث عن مثل هذه المواضيع. كنت تتحدث عن السياحة، لولا أنه الآن هناك حديث في الدوائر الرسمية على محاولة ربما بعث السياحة من أجل بدائل اقتصادية، لما كان هذا الحديث اليوم، لو لم تكن صورة السيدة منى حميطوش وانتخابها على رأس بلدية في إحدى بلديات لندن، لما كان الحديث على النخب والإطارات الجزائرية. لماذا هذا عدم التخطيط وعدم الرؤية وانعدام ربما الاستراتيجيات سواء البعيدة أو القريبة المدى للاستفادة من إطارات جزائرية لكذلك معالجة الظواهر في وقتها وليس بشكل مناسباتي؟ في الحقيقة يعني لو نطرح إشكالية يعني بطريقة علمية، نفترض فرضا، لأنه الفرضية تعتبر من بين يعني أساليب البحث العلمي للوصول للنتيجة في الأخير، فرضية، لو منى الأخت منى عمدة لإحدى بلديات لندن تعود إلى الجزائر تريد أن يعني أن تجسد تجربتها في الجماعات المحلية في الجزائر، ما يخلوهاش تخدم، لأنه إحنا الانتخابات بحد ذاتها عندما نحضر الانتخابات نحضر القوائم يعني 80% لا تمثل الكفاءة. يعني إحنا القانون اللي يقول قانون الانتخابات على الأقل يكون ثلث 30% تكون المرأة، يعني مع كل احتراماتي للمرأة المشتغلة في قاعات الحلاقة ولا 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 مع لباش المهن، لأنها كلها تعتبر مهن، ولكن أن تكون صاحبة قاعة حلاقة برلمانية هذه مش مقبولة، يعني لا أنا مش مقبولة بناء على سياسة الكوطة، بناء على أساس الكوطة. البرلماني لابد أن يتوفر على معايير، أو المنتخب المحلي حتى في البلديات كأصغر خالية في الدولة الجزائرية، في الدولة لابد أن يكون فيه معايير، تكون مثلا يعني مهندسة في معمارية، مهندسة في لاميناجمون دو تيريتوار تهيئة العمرانية، مهندسة مثلا حتى ليسونس في علم النفس التربوي تقدم حاجة للمجتمع إلى آخره، في كنائبة مكلفة بشؤون الاجتماعي إلى آخره. هذه ولكن باش تعمر برك، لأنه استقالت النخبة من العملية السياسية. هذه من جهة عندها الحق ومن جهة ما عندهاش الحق، لأنه إذا النخبة استقالت وهمشت نفسها فالرداء تجد نفسها هي التي تمتلئ الأماكن الشاغرة، وعندها السياسات بطبيعة الحال تسير من طرف الرداء. لذلك
رجوعا الى راس يعني الحديث بيت القصيد، انه فرضيه انه البروفيسور بن شنو هو ولا منى الى اخره، لو كان يسمو انا اليوم قريت في احد الجرائد اليوميه ونقرا الجرائد يعني نقراوها من الصفحه الاولى الى الصفحه 24 نلقى يعني عمود صغير بروفيسور نحييه من هذا البلاطو البروفيسور اسماعيل بن خلف الله يعني يعين في منظمه دوليه على راس على راس منظمه سلام بلا حدود. هذا يعني نابغه او يعتبر من المرجعيات في 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 اهل الحل والعقد في الصراعات الدوليه، يعني هذا شرف للجزائر. اذا بدءا عندنا الأخضر الإبراهيمي عميد الدبلوماسيين الجزائريين وشيخ من شيوخ الدبلوماسية، يعني أخذ ملفات عالقة أفغانستان العراق الصومال السودان دارفور إلى آخره، هذه تعتبر مدرسة. احنا عندنا مئات من الأخضر الإبراهيمي، عندنا مئات من منى حميطوش إلى آخره، هؤلاء هذه الطاقات لماذا لا نستفيد من هذه الخبرة؟ وقبل ما نقول لماذا نستفيد من الخبرة، لماذا لا نهيئ المناخ للشباب الموجود حاليا هنا في الجزائر الذي يتأهب إلى الهجرة لكي يحقق حلمه كما حققته الأخت منى حميطوش؟ إذن لابد من أن لا نضع الحواجز، لكن أن نفتح المجال لهؤلاء لهذه الشريحة، أن نتحاور معها، أن نفتح مجال الاتصال والحوار والنقاش البناء، وأن نستمع إلى هذه الفئة، لأن الاستماع إلى هذه الفئة تؤتي بثمارها. طيب كيف يمكن أن ربما نستثمر في هذه الفئة ونحن وكأنه ربما نجسد وصايا أو نكرس وصايا على شباب الجزائر، خاصة من أصحاب من النخب وأصحاب الكفاءات والذين تكونوا حتى في الخارج، واليوم ربما نشاهدهم في وظائف جد عادية، إن لم أقل وظائف لا تحترم مكانتهم العلمية ولا تحترم كذلك تكوينهم سواء في الداخل أو سواء في الخارج. كيف يمكن أن نقنع هذا الشاب بالاستثمار في بلده بالوصول إلى مختلف المناصب السياسية ومختلف ربما مقاعد القرار وكذلك سلطة القرار، في نفس الوقت نحن نكرس عليه ونهيمن عليه هذه الوصاية؟ هو تحصيل حاصل، وكي نكون يعني عمليين أنا يعني نمشي بالتجربة، ما عندهاش حتى ساعتين هذه التجربة. كنت في طاولة الغداء عندما اختتمنا هذه الندوة، قعد معنا نائب من نواب من الشعب الوطني وكان نقابي يعني قديم عنده تجربة رصيد في أمور التربية إلى آخره، بالمقابل شاب لم يتجاوز عمره 29 سنة نائب مدير أحد المراكز الحساسة في الجزائر، 29 سنة دكتور في موضوع يعني موضوع جد حساس ألا وهو الحوكمة الإلكترونية، دار دكتوراه مناقشة حول الحوكمة الإلكترونية. كان عندي يعني حديث معه، قلت له كيف وصلت إلى هذا المنصب؟ قال لي بصراحة يعني جات يعني في وقت هذا الموضوع يعني قال لي لأنه المدير العام لهذا المركز دار جامعة أمريكية وجاب عقلية أمريكية، قال لي عطالي كل الإمكانيات، قال لي ما رانيش وحدي، موش وحده هذا الدكتور يعني. الشاب هذا تم تأطيره مع مجموعة من الإطارات من طرف هذا الجزائري الذي استفاد من هذه الخبرة الأمريكية، ولكن بطريقة وش طريقة؟ هي طريقة يعني التضامن والتكافل بين الأجيال. هذا البروفيسور مدير المركز ربما يمثل عقدين جيلين 35 إلى 30 سنة 60 سنة، وهذا الطفل عنده هذا الشاب هذا الشاب هذا 29 سنة دكتور مختص في الحوكمة الإلكترونية، يعني في الاستثمار الإلكتروني افتح له مجال. هذا التضامن احنا نحتاج الى هذا التضامن، لا نريد الصراع بين الاجيال، لان الصراع بين الاجيال هو اللي خلى بعض يعني لا خلى بعض الناس اللي راهم ربما في مناصب عليا تلقاهم يعني داروا اكثر من 30 سنه في 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 في, في منصب قار ولم يتحرك فيه، ويقول انه الشاب هذا اللي عنده يقول له انتم ما قريتوش كما قرينا احنا، انتم ما تعلمتوش كما تعلمنا احنا، انتم ما تنجحوش كما نجحنا، يعني حتى يستعمل اسلوب الـ يعني يكسروا في بدايه طريقه في المنابر اخرى عن تسليم المشعل. اكيد، لذلك هذا الشاب الذي تحتقره هو الذي يشتري بذهب امه واخته، يشتري الفيزا ويروح لاوروبا ويتحدى الواقع ويكون
عنده مستوى خير من هذا المسؤول اللي راه معه. كثيرا ما في ما نعالج النتائج في الجزائر ونحن ناتي وربما في هذا لما نتحدث على هذا الموضوع نحن الان نعالج في النتيجه يعني لانه نتحدث على ربما جزائريين واطارات جزائريه صنعوا امجادهم في الخارج. طيب أليس هناك مجال للاستفادة من هؤلاء من خلال مثلا ربما الاتصال بهم لشراكات جزائرية؟ لما لا متواجدة سيدة منى في بريطانيا مع بلدية في الجزائر، نقل الخبرة، نقل التجربة البريطانية للجزائر، على الأقل أن نكون نستفاد من هذه الإطارات الجزائرية بطريقة أو بأخرى. والله لك لا أجرح يعني جانب من شريحة من شرائح المجتمع، شريحة الفنانين مثلا، احترم الشاب نصر، احترمه. كنت نسمع له كي كنت شاب، نسمع له يأتي من أمريكا إلى الجزائر يكون في أفواج يعني من الناس ينتظروه ومعديه الحصة معينة إلى حصة معينة والدولة تكفلت بمصاريف باش يجي إلى آخره. احنا نريد أن تضخ مصاريف من أجل الأدمغة ماشي من أجل يعني جيب لي واحد يعمر لي لاكوبول يغني سهرة وراحت، جيب لي لي يغرس روح المثابرة وروح الإبداع روح 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 الفن روح الروح العلميه روح البحث العلمي اللي يجيب لنا تجربه في مجال المانجمنت تسيير المؤسسات وتسيير الموارد البشريه خاصه الكفاءات. علاش انا نستثمر انا نمد اموال يعني الجزائر تمشي السياسه في هذا المجال تمشي موسميه يعني موسم رمضان مناسباتيه موسم اصطياف موسم اسمه حنا خلاص الموسم الحق العظم ما كانش كيما يقول الاخر البترول هذا ما عادش يكفي حاجيات الجزائر، اصبحت الواردات اكثر من الصادرات، يعني هذا الشيء كاع فهموه سواء من فوق ولا من تحت، سواء المثقف ولا الغير مثقف، سواء الكفاءة ولا الرداءة فاهمين بهذا الموضوع، ولكن نزيد كيما نقولوا حنايا نطبع في حيط ها وعلى بالي بلي الحيط هذا ما يخرجنيش، إذا لابد من العودة إلى نقطة الانطلاق بطريقة عقلانية بطريقة علمية. هنا نعطي مثال لأنه الثقافة العامة تفيدنا في بعض الأحيان. الوزير الأول البريطاني في مرحلة الحرب العالمية الثانية تشرشل اجتمع بطاقمه الوزاري كي يخففوا الأعباء يعني القطاعات الأخرى ينحيوا لهم ميزانية ويمدوها إلى وزارة الحرب لأنه كانوا في مرحلة الحرب. عندما اقتطعوا ما اقتطعوه عن القطاعات الأخرى يعني الحق حتى اقتطعوا في وزارة الثقافة 90% اندهش وانبهر ووقف في طاولة الاجتماعات قال لهم نحن نحارب من أجل ماذا؟ نحن نحارب من أجل الدفاع عن الثقافة، خلوا الثقافة 100% ونحيوا القطاعات الأخرى. عندما نتفكر بهذا التفكير أننا عندنا ثقافة عندنا هوية عندنا تاريخ عندنا بلد عظيم جدا بلد فيه 2,800,000 كيلومتر في مساحات للاستثمار الفلاحي مؤخرا يعني انعقدت جلسات الوطنية للفلاحة خلوا الناس تخدم. طيب سيد إرزي لما نشاهد دائما نعود إلى النموذج الحدث وهي سيدة منى حميطوش وهي تتسلم أو يتم تنصيبها هي هذه صورة ربما صورة تنصيبها والصورة الأخرى مع الملكة البريطانية وتسليمها لميدالية الشرف الملكي. لكن لما تحدثت عن هذه الصورة نعم وهي ترتدي لباس الجزائري التقليدي لا تعتقد بأنه هي رسالة غير مباشرة للسلطات الجزائرية فيها لوم فيها عتاب على أن الجزائري يبقى جزائري مهما ابتعد ومهما وصل من مناصب وربما على السلطات اليوم أن تنتبه لهذا الأمر؟ لابد أن تفهم وتتفهم السلطة الحاكمة في الجزائر اليوم أنه من هاجر إلى الخارج وأبدع ومجبر وبرهنة إلى آخره اللي في القلب في القلب يحبون الجزائر وعمرهم ما يفرطوا في الجزائر لذلك وهذو باش يعاودوا يولوا إلى الجزائر. لابد نقول لك من توفير المناخ لابد أنه تكون فيه مصالحة يعني كي نقولوا مصالحة مع الذات مصالحة مع بيننا مصالحة مع التاريخ مصالحة مع العلم مصالحة مع الكفاءة لابد أن نتصالح مع الكفاءة كما نتصالح مع الفن أكيد كما نتصالح لأن الكفاءة والعلم والبحث العلمي هو
يعني هو الذي يترجم النجاح في الفن، لأنه إذا الفن لقيت بلاد في الفن تاعهم مطور جدا، لأنهم مطورين في الجانب العلمي، في الجانب البحث العلمي، في الطب، في الهندسة، في البناء، يعني مطورين جدا. لذلك كل الجزائريين ما يسمى يعني لا نوستالجي، الحنين يعني عمره ما يتنحى في قلوب الجزائريين وفي عقول الجزائريين. إذا فتحت لهم يعني باب أو مجال للإبداع في الجزائر فإنه يبدع، ولكن لابد من تنحية العراقيل، العقبات، الحواجز، من بيروقراطية، من حسد، من 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 من, من صراع أجيال، من صراع جهويات، إثنيات، سميها كما تحب. صحيح. الجزائر هذا بثرائه اللغوي والفكري والثقافي، تنوعه، حتى التنوع هذا من أمازيغ، من 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 بربر، في يعني في يعني على غنى هذه كلها، لأنه هذو الباحثين كتلقاهم يتلاقاو ليه في موريال في كندا، يتلاقاو في الولايات المتحدة، في أوروبا كيتلاقاو، ما يقولوش أنت 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 بسكري ولا قبيلي ولا اسمه، يتلاقاو كلهم تحت راية الجزائر، وهذا قبيلي، هذا شاوي، هذا 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 ترقي، هذا واسمه، ولكنهم جزائريين. وثم يتحدثوا غير عن الحنين، يحبوا يقدموا حاجة للجزائر. لذلك حان يعني إذا ما حبيناش يعني ما خاصة السلطة، وهناك كثير من المبادرات في هذا الإطار، من الأطباء أكيد مغتربين، أكيد ربما قاموا بالبعث وإرسال وفود طبية للجزائر، هناك كذلك من العلماء، نتابع في صور كثير من المفكرين في الاقتصاد، في الرياضيات، في الفيزياء، في مختلف المؤسسات التي تصنع أمجاد الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. فيها الأخ عبد الدين يعني من مجموع احنا نسمعوا يعني لي فونداسيون، المؤسسات، مؤسسات أغلبها تاريخية، يعني نقدر هذا، مؤسسة عمر عبد القادر، مؤسسة محمد بوذياف، مؤسسة، لكن هل هناك مؤسسة الطب؟ هل هناك مؤسسة الجراحين؟ هل هناك مؤسسة علوم الفضاء؟ مؤسسة قائمة بذاتها؟ نعطيو الأكاديميين فسحة باش يقدموا بدائل، يقدموا مبادرات في تؤخذ بعين الاعتبار حتى في مجلس الوزراء ومجلس الحكومة. طيب سيد إرزي، بالحديث عن المبادرات، ربما كان في أكثر من مرة ضيف الأخر ضيوف في الاستوديو هنا في استوديو المسائي، وكثير من كذلك من البرامج على قناة الجزائر نيوز، الأختين وعيل حنان وأمال، ومشروع لربما لأطفال مختلفين مثل هذه المباراة، ورغم أنهم تكونوا في الخارج وأبوا إلى العودة إلى أرض الوطن، أمثالهم كثير من الخريجين، كذلك في شاب كذلك من مدينة غردايا متخرج في طاقة متجددة بدكتوراه في بريطانيا، هؤلاء من يحتضن مبادراتهم؟ من يمكنهم من الاستثمار في بلدانهم وفي بلادهم حتى لا ربما نضيع هذه الكفاءات؟ في سؤال آخر. والله الوزراء يجولون ويصلون في 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 ربوع الوطن ويلتقون بمجتمع المدني، ولكن الإشكالية في المجتمع المدني كي يقدموا السلطات المحلية الولائية ولا يقدموا، ما يقدموش الكفاءات هذيك على رأسهم، الكفاءات هذه العلمية والكفاءات اللي تبدع لتصنع المجتمع، اللي تبني المجتمع. صحيح. جانب التربوي، جانب اقتصادي، جانب يعني يجيبوا غير، احنا نحييو الرياضيين يا سيدي، نحييو الفنانين، ولكن مختصر غير بالفنان والرياضي وتحبسهم، جيبوا المبدعين، جيبوا ناس جاوا استثمر في اطار لونساج، في اطار الكناك، في اطار الوكاله الوطنيه للاستثمار، ناس جابوا استثمارات في الخارج، ابدعوا، حبوا يديروا صناعات، حبوا يديروا سمو، نعم يعيشوا في سمو، ولكن حبوا يديروا حاجه في الجزائر. لذلك لابد من انه تكون بين قوسين، تكون اراده سياسيه. مؤخرا نظم ملتقى في مدينة الواد حول السياحة الصحراوية، جاء وفد كبير جدا من الأشقاء التونسيين، وفوضوا أحدا من 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 الذين يعني يمثلهم باش يلقي كلمة، يعني كلمة الأشقاء التونسيين في هذا، لأنه بحكم أن التونسيين فاتونا في هذا المجال، فيعني طرتكم في هذا المجال. قال زوج كلمات، قال لهم تريدون أن تنجحوا يعني السياحة في الجزائر ولا أي قطاع معين، لابد أن تكون إرادة سياسية، وهذا ما نتمنى سيد السيد، إرادة سياسية من أجل الاستثمار في النخب الجزائرية وكذلك الإطارات الجزائرية. إذن بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج المسائية، شكرا جزيلا إذن سيد سعيد إرزي المختص في التسويق السياسي، شكرا كذلك لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.